طيب اختم معاكم بالفضيحه اللي كان بطلها عيلين مأجورين، الوايت نايتس فضحهم، وانا قلت دي خير ختام لانه النهارده يوم الفضايح، وبقول لكم يا رايح كتر من الفضايح. المعزول عمل كارثه، اجر عيلين زي ما اشترى كل الصفحات اللي بتفقم الزملكاويه ان احنا بنهد النادي وان مرتضى هو النادي والنادي هو مرتضى. للاسف الشديد برضه اشترى عيلين على ذات الصفه زي ما اشترى غيرهم كتير. للتنويه، اولترا سوايت نايتس لم ولن تتصالح مع مرتضى منصور، لن تضع يد المجموعه في يد كذا. كانت جميع املنا تشجيع نادينا من مدرجاتنا النقيه، كانت افضل ليالينا خلف رايه زمالكنا العريق، حتى اتيت انت الى معشوقتنا الابدي الى معشوقتنا الابديه وقتلت احبابنا وحبست رفاقنا. عفوا ايها كذا كذا كذا، مجموعتنا لا تدعم قتله، والملتقطين الذين معك ليس لهم اي صله بألترا سوايت نايتس من قريب او من بعيد. صوت الجماهير ومنبرها ومنزلين الصوره دي، كن مع الزمالك لا لمرتضى منصور. دي اول حاجه في الملف النهارده. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ لم يتوقفوا عند هذا الحد، لا ده كمان راحوا مطلعين يبدو بيانا على صفحتهم، بيان مهم جدا على صفحتهم. جاء في هذا البيان الآتي، اهو وايتس لايف، اهو ودي احد الولدين، متهيألي كده واضحه اهي، وكتبوا كانت جميع املنا تشجيع نادينا من مدرجاتنا النقيه، كانت افضل ليالينا خلف رايه زمالكنا العظيم، ونفس الكلام اللي انا قلته ولكن صوره بعلامه اكس لولد من الولدين اللي كانوا مع مرتضى منصور. بعد كده نزل الخبر ده برضي على بعض صفحاتهم، مرتضى مأجر عيلين تبعه يطلعوا يقولوا احنا قيادات في الوايت نايتس وطالعين معاه على القناة وبيدوله درع تكريم. العيال دول مالهمش علاقة بالوايت نايتس من قريب ولا من بعيد، وعمرهم حتى ما دخلوا مدرج تقريبا ولا حد يعرفهم، دي لعبة من مرتضى مش أكتر، المتاجرة بكل شيء. إنها المتاجرة بكل شيء. يعني للأسف الفلوس ممكن تشتري كثير من ضعفاء النفوس ولكن لا تشتري كرامة. أهو وحد تاني كاتب لهم ليه كده يا صاحبي، أنت ولا وايت نايتس ولا نيلة، وهم لو حطوك في دماغهم هيموتوك قسما بالله. الشهرة والشو اللي يخلوك تعمل كده، للأسف الفترة الجاية لو سمعت عنك أي حاجة هكون متوقعها وهكون عارف مين اللي عملها. أهو بيع نفسك بالمال تجد نفسك رخيص، ومن يعرض المال على ضعاف النفوس هو أسوأ منهم خلقا وأخلاقا. أهو واحد بيعاتبهم ليه يا صاحبي، ليه يا صاحبي بعت نفسك بالفلوس يا ابني، الفلوس كتيرة وضعاف النفوس أكتر، وضعاف النفوس أكتر. أمثال الحراء والأشكال دي اللي باعت نفسها بالرخيص، وفيهم اللي فاق واعتذر قبل فوات الأوان، وفيهم اللي ماشي في الغي والبهتان. يا ما اشترى صفحات، ويا ما يعني في صفحات كانت معانا الزمالك فقط ليس إلا الزمالك، وتحترم الأهلي وكذا وكذا، فجأة لقيناهم تحولوا 24 ساعة بيشتمونا. يعني لما كنت في الحدث اليوم كانت هذه الصفحات على طول داعمة مع الكيان ضد مرتضى منصور، دلوقتي مع أي حد ضد مرتضى منصور. اختلط الحابل بالنابل. عاجبني جدا موقف صفحات الأهلي اللي واخدة موقف المتفرج، ولكن شغالين على الأرض في 100 غمر، ودعواتهم كثيرة، والأهلي أونلاين 1 و2 من أنشط هذه الصفحات، وصفحات الأهلي في المنصورة شغالة 10 على 10،
وصفحات الأهلي في الدقهلية شغالة 10/10، لأن أنا قسمت لكم الدنيا الفئات، رجال متغمر الشجعان الرجال الأبطال لا لمرتضى منصور، الشباب بكل فئاته لا لمرتضى منصور، شريحة الأهلوية حق الخطيب عن جيبه ولا لمرتضى منصور، شرفاء الزمالك زي أعضاء الجمعية العمومية اللي شفتوهم لا لمرتضى منصور. هذا الموقف لم يتعرض له هذا الرجل من قبل، ولم يوضح حقيقته أحد في أي انتخابات من قبل، وما كانش حد، هو كان وان واي في الإعلام، لحربوا حد قبل كده ولا حد، لكن المرة دي الموضوع غير. عشان كده بدعوكم انكم لازم تتابعوا الطريق للبرلمان مع عبد الناصر زيدان اللي هو سبب كل الشتيمة والحرقان اللي هو فيه ضدي. الطريق للبرلمان يوميا في تمام الخامسة على الإعلامي عبد الناصر زيدان على الفيسبوك، وعلى قناة كورة بلدنا على اليوتيوب. اشتركوا على قناة كورة بلدنا، وصدقوني محتاجين مساعدتكم جدا بالشير واللايكات، بس بانكم تنبهوا على اصحابكم وتكتبوا على صفحاتكم لا للمعزول الزلنطحي صفيحة ولا لمن قال مصر ما فيهاش رجالة. النهاردة امس السبت جبنا شريحة من الشباب، فوجئنا ان كلهم زملكاوية واهلاوية اصحاب متفقين على طرده خارج البرلمان، واحنا عايزين نقف جنب الناس عشان ما يهددهمش وما يرعبهمش ولا يدعي انه ممكن يعمل حاجة بلطجية. هذا الرجل مات ولا يجوز عليه قراءة الفتحة، مات واقتبر، انتهى. من يدعي انه ما زال قويا عايش اوهام، وعليه يخش دورة المية ويفتح الدش على نفسه بهدومه ويعمل كده، انتهى خلاص. عكان يفوق ويصدق انه انتهى. المعزول لن يعود والميت لن يحيا من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.